ميروفان عمري 7 سنين. الجيش الاحتلال أخذوا أمي وأبوي. اسم أمي خلود، اسم أبوي أمير. فاتوا على دارنا وخربوا لنا كل شي فيها. المزقان اللي بالمطبخ هدوه، وخزانة المطبخ كمان كسروها. ما خلوا اشي بالدار إلا خربوا. من وقت ما أخذوهم لهلا حزينة، أنا مشتاقة لأمي وأبوي. حرموني من شوفتهم، فاتوا زي المجانين علينا. ولما أخذوا أمي وأبوي كلبشوها وغمضوا لعيونها، ولحقناهم صاروا يضربوا سيدي، دبوه على الأرض. صرنا نلحقهم، أنا وأخوتي اشتقنا لأمي كتير. أختي الصغيرة بتضلها تسأل عن أمي، أختي الصغيرة بتضلها تعيط وهي بترضع من أمي.